لي فراخ بانيه ديك رغبة تسمع مثلا مزيكا؟ ماشي أي حاجة مش مشكلة. مية وعشرين جنيه. أيوة فندم. ليه؟ فراخ بانيه 35 جنيه. أيوة ماشي. 5 جنيه سلطة. ماشي ب40 جنيه. أيوة فندم. وبعدين في موسيقى كل ده كان ليه 80 جنيه. الرزع اللي في وداني دوت موسيقى؟ مين اللي رزع؟ العازف اللي كان بيرزع. عمل إيه يعني؟ وجع لي دماغي. يا فندم أنت كلت 40 جنيه ده غذاء الجسد، غذاء الروح 80 جنيه. ده الناس بتسافر من بلاد لبلاد عشان انا ماليش دعوه جدا. ماليش دعوه بغذاء الروح بغذاء اي حاجه. عايز تسمع سفلقه يعني؟ يعني ايه سفلقه؟ سفلقه يعني ببلاش يعني. عيب الكلام اللي انت بتقوله دوت. ده نظام مكان يا عم. مكان ايه؟ حساب يا مستر الشندويني. ايوه مستر رامي. 112 22 مشاريب و90 اغنيه انت عمري. ميرسي يا فندم. ده كتير يا سيدي. لا ده يا سيدي الواجب. يا ريت تبلغ تحيات المستر عبد المشرف. يوصل يا فندم. شايف الناس حضرتك؟ يا عم انا ماليش دعوه بالناس. انا ليا لنفسي. دفع حضرتك 90 جنيه حضرتك. ماليش دعوه انا بيه. تدفع 80 جنيه وتخلص. لو سمحت لو سمحت اسكتي. هو ايه لو سمحت؟ بقول لك اسكتي لو سمحت. انا ماليش دعوه بيك لو سمحت. هزقت الزباين وهزقتني. يا عم انا ما هزقتكش ولا حاجه. انا بقول لك مش هدفع 80 جنيه في كل ده كان ليه؟ طب حضرتك كنت طلبت بس اغنيه شبابيه، في ب5 وفي ب10 وفي ب15.